الخير واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من المواجهه، ومواجهتنا الاولى النهارده هنتكلم فيها عن مكاسب القاهره من استضافه مؤتمر المرصد المتوسطي للطاقه، والى اي مدى بيؤكد مكانه وقدرات مصر في مجال الطاقه كدوله متوسطيه وكاكبر سوق للغاز الطبيعي في افريقيا والشرق المتوسط، وماذا عن جاهزيتها للقيام بدور حيوي في تجاره الطاقه العالميه وتدفق الامدادات بين الدول بشهاده رئيس المرصد المتوسطي للطاقه، وكيف نوظف هذا الدور لصالح الاقتصاد الوطني، وفي الوقت نفسه ايه المطلوب دوليا لمواجهه اطماع اردوغان في غاز شرق المتوسط. ضيفي في هذه المواجهه هيكون الدكتور مهندس ماهر عزيز، عضو مجلس الطاقه العالمي واستشاري الطاقه والبيئه وتغير المناخ. اما المواجهه الثانيه فضيفي فيها هو الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ عبد الحليم انديل، وكالعاده هنناقش معاه عدد من الملفات المهمه، وهيبقى لنا وقفه مع مصير جماعه الاخوان الارهابيه في الدول العربيه، خصوصا بعد موجه الرفض الشعبي القويه مؤخرا للجماعه في ليبيا وتونس والجزائر، عقابا لكوادرها على تأييدهم للاحتلال التركي للاراضي الليبيه بالتآمر مع حكومه السراج الاخوانيه. هنتكلم كمان عن اخر التطورات في العراق ولبنان، لكن الاول خلينا نروح لمتابعه خبريه سريعه لاهم الاحداث النهاردة. ونبدأ أخبارنا بنشاط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي. السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قال إن الرئيس وجه بضمان الاستخدام الأمثل للتمويل الذي تقدمه المؤسسات الدولية لتعظيم الاستفادة في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات من خلال إطار واضح وفعال لآلية الحصول على القروض التنموية وبحث سبل الحصول على أفضل البدائل التمويلية من حيث الشروط والميزة التنافسية لمؤسسات التمويل وشركاء التنمية. كمان وجه الرئيس بمزيد من الاهتمام لمكافحة الفقر والمناطق الأكثر احتياجا. ومن ناحية أخرى وجه الرئيس خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل باستمرار جهود تحديث منظومة النقل في مصر بشكل شامل وتعزيز قدرات هذا القطاع المحوري بصورة نوعية باعتباره مكونا جوهريا للنهوض بالبنية الأساسية، خصوصا فيما يتعلق بتدريب وتأهيل الكوادر البشرية. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية لوزارة النقل، وعلى رأسها مشروع تطوير شبكة السكك الحديدية، فضلا عن المشروع القومي للطرق والمحاور ومشروعات النقل الخاصة بربط العاصمة الإدارية الجديدة بمدن القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى مشروعات مترو الأنفاق ومشروعات تطوير الموانئ. خلونا نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الاستراتيجية المستقبلية لوزارة التعاون الدولي في إطار الجهود الاقتصادية والتنموية للدولة ومن خلال التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بضمان الاستخدام الأمثل للتمويل الذي تقدمه المؤسسات الدولية لتعظيم الاستفادة في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، وذلك من خلال إطار واضح وفعال لآلية الحصول على القروض التنموية وبحث سبل الحصول على أفضل البدائل التمويلية من حيث الشروط والميزة التنافسية لمؤسسات التمويل وشركاء التنمية. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل، وقد تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية لوزارة النقل وعلى رأسها مشروع تطوير شبكة السكك الحديدية، فضلا عن المشروع القومي للطرق والمحاور ومشروعات النقل الخاصة بربط العاصمة الإدارية الجديدة بمدن القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى مشروعات مترو الأنفاق ومشروعات تطوير الموانئ. وقد وجه السيد الرئيس باستمرار جهود تحديث منظومة النقل في مصر بشكل شامل وتعزيز قدرات هذا القطاع المحوري بصورة نوعية باعتباره مكونا جوهريا للنهوض بالبنية الأساسية، خاصة فيما يتعلق بتدريب وتأهيل الكوادر البشرية.
كما تطرق الاجتماع إلى جهود وزارة النقل لتطهير أحواض الموانئ البحرية من المخلفات وانتشال السفن الغارقة لتعميق الغاطس لاستقبال السفن العملاقة، بالإضافة إلى مستجدات مشروع تطوير ميناء دمياط، فضلا عن خطة وزارة النقل لاستخدام أفضل وأحدث الآلات لصيانة وإدارة رصف الطرق والمحاور باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية على نحو يوفر الجهد والوقت. ونروح للقوات المسلحة والمناورة العسكرية قادر 2020 في إطار تنفيذ مهامها بتوفير الحماية الجوية للقوات والأهداف الحيوية ومعاونة أعمال قتال الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية وتنفيذ مهام المراقبة الجوية للحدود. قامت القوات الجوية بإعادة تمركز لطائراتها من مختلف الطرازات ومن مختلف القواعد العسكرية لتقديم الحماية الجوية لكافة العناصر المشاركة في المناورة قادر 2020 على مختلف الاتجاهات. خلينا نشوف هذا التقرير. حينما تحين اللحظة التي يترقبونها تراهم يتسابقون لتنفيذ مهامهم بكل تفان وإخلاص. إنه نداء الوادي، فمصر ملء القلب والعين. رجال القوات المسلحة المصرية يعلنون عن أنفسهم المناورة قادر 2020 حماية وطن. في إطار تنفيذ مهامها بتوفير الحماية الجوية للقوات والأهداف الحيوية ومعاونة أعمال قتال الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية، قامت القوات الجوية بإعادة تمركز لطائراتها من مختلف الطرازات ومن مختلف القواعد العسكرية لتقديم الحماية الجوية لكافة العناصر المشاركة في المناورة قادر 2020 على مختلف الاتجاهات. وتنفيذ عدد من طلعات الاستطلاع وتقديم المعاونة النيرانية للعناصر المشاركة في تنسيق مع قوات الدفاع الجوي لتأمين أعمال الفتح الاستراتيجي للقوات على مختلف الاتجاهات، وكذا معاونة القوات البحرية لتأمين المصالح الاقتصادية في مسرحي عمليات البحر الأحمر والمتوسط وتأمين أعمال القوات البحرية أثناء تنفيذ مهامها. وتنفيذ أعمال النقل الاستراتيجي لقوات الصاعقة في اتجاهات عملها والقيام بتنفيذ عمليات الإبرار والإسقاط لقوات المظلات. مع تقديم المعاونة الجوية باستهداف البؤر الإرهابية على كافة الاتجاهات بالتعاون مع التشكيلات التعبوية وقوات حرس الحدود. كما قامت المنطقة الغربية العسكرية بتنفيذ عدد من الأنشطة على امتداد الحدود البرية والساحلية وتنفيذ العديد من المشروعات التكتيكية بجنود بالذخيرة الحية باشتراك عناصر القوات الجوية والدفاع الجوي. حيث تم رفع حالات الاستعداد القتالي للتشكيلات والقواعد العسكرية. مع تنفيذ خطة الفتح الاستراتيجي لعناصر المنطقة الغربية على كافة المحاور والاتجاهات. وكذا تأمين السواحل البحرية والبرية
بالتعاون مع القوات البحرية وقوات حرس الحدود. ونفذت قوات المظلات عددا من الأنشطة التدريبية تضمنت رفع درجات الاستعداد وتحميل كتيبة مظلات بواسطة عدد من طائرات النقل مختلفة الطرازات. وتنفيذ إبرار جوي لوحدة مظلات بواسطة عدد من طائرات الهليكوبتر وتكليفها بمهمة القضاء على العناصر المعادية. وكذا إسقاط عناصر القفز الحر بواسطة هليكوبتر الشنوك متمركزة على سطح حاملة المروحيات طراز مسترال وتكلفها بمهمة تأمين رأس الشاطئ. كما قامت قوات حرس الحدود بالتعاون مع القوات الجوية في تأمين الحدود والسواحل المصرية، وكذا تنفيذ عدد من الأنشطة تضمنت إحباط محاولة هجرة غير شرعية عبر ساحل البحر المتوسط، وكذلك إحباط محاولات التسلل والتهريب عبر خط الحدود البرية الغربية، وتجديد إجراءات التأمين على كافة الحدود البرية والساحلية. المناورة قادر 2020، حماية وطن. نروح لجهود الرقابة الإدارية. تمكنت الهيئة من ضبط شبكة دولية مكونة من 8 أفراد للاتجار في الأعضاء البشرية، تتزعمها سيدة فلسطينية الجنسية تعمل على اصطناع وتزوير مستندات منسوبة لجهات حكومية واستقطاب المرضى الأجانب الراغبين في إجراء عمليات زراعة كلى بالمخالفة للقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية. الرقابة أكدت في بيانها بأنه تم عرض المتهمين على نيابة أمن الدولة العليا وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات. نروح للاقتصاد، واللي كل يوم بتؤكد المؤشرات تحسنه ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي. النهاردة واصل الدولار انخفاضه أمام الجنيه المصري في بعض البنوك العاملة في مصر، وسجل سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري تراجعا بمقدار 5 قروش مسجلا 15.87 جنيه للشراء و16 جنيه للبيع، بعد أن كان سعره 15.92 جنيه للشراء و16 جنيه و5 قروش للبيع. وكان سعر الدولار قد خسر 5 قروش أمام الجنيه خلال أول تعاملات الأسبوع الحالي، ليكون مجموع خسائره على مدى يومي اليوم وأمس نحو 11 قرشا، وهو ما يعد تحسنا كبيرا في سعر الجنيه في فترة وجيزة.
مستمرين في تغطيتنا الإخبارية، لكن خلونا نروح دلوقتي لتقرير حول الإعلان عن تنظيم بطولتي العالم للجامعات في السكواش 2022 وفي كرة اليد 2024. نشوف التقرير. بعد حصول مصر على حق تنظيم بطولتي العالم للجامعات في لعبتي السكواش وكرة اليد، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تستضيف مؤتمر توقيع بروتوكولين تعاون بين الاتحاد الرياضي للجامعات والاتحادين المصريين للسكواش وكرة اليد، وجامعتين خاصتين ستقام البطولتين على ملاعبهما. مصر من خلال اتحاد رياضي الجامعات ان هي تستضيف 2022 و2024 بطولتين كبار جدا للجامعات في الاسكواش وفي كره اليد، اكمال للمنظومه المصريه في قدرتها على ان هي تقول للعالم كله نعم نحن نستطيع، بدعم القياده السياسيه في الحقيقه في البنيه الاساسيه اللي موجوده في الملاعب، في كمان مسانده الرياضه المصريه، ان شاء الله نكون للافضل والاحسن. البطوله المره دي في 2022 هتبقى بشكل اكيد احسن وافضل كتير بحكم ان الاتحاد الرياضي للجامعات والاتحاد المصري سكواش موجودين يدا بيد، وجامعه نيو جيزه اللي هي السبونسر اللي موجود اللي هتقام عليها البطوله على ملاعبها. اعتقد ان الثلاث جهات قادرين على اقامه بطوله قويه تليق باسم مصر وعلى مستوى عالي. وينظم الاتحاد الرياضي المصري للجامعات منافسات رياضيه في 40 لعبه مختلفه تشارك فيها مختلف الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة. احنا بنهتم بملف الرياضة في الجامعة من فترة مش قليلة، ومعنيين جدا ان احنا ننشر هذا الفكر على مستوى 3 مليون طالب، لان احنا متأكدين ان تواجد العنصر الرياضة داخل الجامعة لا يقل اهمية عن العنصر التعليمي، ده مستقبل بلد ومستقبل شباب، واحنا عندنا المرحلة العمرية من 18 ل 22 سنة هي مرحلة دقيقة جدا في عمر اي شاب في الدنيا. 3.5 مليون طالب موجودين في الجامعات المصرية، دول مستقبل مصر، دول اللي هم هيقودوا مصر في الفترة اللي جاية، وبالتالي احنا تركيزنا ان احنا نزود نسب المشاركة في الأنشطة الرياضية، أنشطة بشكل عام والأنشطة الرياضية بشكل خاص، واحنا مؤمنين تماما لان الرياضة الطلبة بيحبوها، ومن ثم من خلال حاجة بيحبوها نقدر نزرع القيم اللي احنا عايزين نزرعها اللي تيجي في مقدمتها الانتماء لهذه الدولة. وتولي الدولة اهتماما بالرياضة في ضوء خطة لنهوضها ونشرها بين طلاب الجامعات، ما يساعد في اكتشاف المواهب الرياضية في مختلف الألعاب، فضلا عن الارتقاء بالصحة العامة للمواطن المصري. وننتقل إلى انتهاكات وجرائم تركيا في حق حليفتها قطر. كشفت وثيقة حكومية تركية اطلع عليها موقع نورديك مونيتور عن اختراق تركيا للسيادة القطرية والتجسس عليها والسماح لهيئة الأركان العامة التركية في 2016 بإجراء عمليات مخابراتية ومراقبة في قطر. الوثيقة أوضحت أيضا أنه تم السماح للجيش التركي باستخدام أي أصول عسكرية تحت تصرفه، بما في ذلك اختبار أنظمة الأسلحة المكتسبة حديثا، وأنه أيضا القوات التركية في قطر يكون بمقدورها تحديد أنواع المعدات العسكرية والذخيرة وقوة النيران التي تجلبها إلى قطر والتدابير الأمنية التي سوف تتخذها لضمان سلامة القوات. أيضا مع تركيا، مستشار إردوغان ياسين أقطاي دافع عن ضرورة الجلوس مع مصر كما حدث في ليبيا، وتطرق في جريدة ياني شفاق للتطورات في شرق البحر الأبيض المتوسط عبر ليبيا، وسأل أقطاي ألا يمكن أن تكون هذه فرصة للعلاقات التركية المصرية الليبية؟ أيضا مستشار إردوغان قال بينما تدار في مصر حملة في وسائل الإعلام المصرية حول مجيء تركيا إلى ليبيا لمحاربة مصر، نحن قلنا إن تركيا ليست قادمة لمحاربة الشعب الليبي ولا أي من الشعوب العربية المسلمة، ولكن على العكس هي ذاهبة إلى ليبيا لإيقاف الحرب، كما أنها ذهبت إلى هناك بناء على دعوة. مش بس كده، مستشار إردوغان قال كمان هناك أسباب عديدة للتعاون أكثر من أسباب للحرب والعداء بين مصر وتركيا. احنا معانا الاستاذ كرم سعيد المتخصص في الشأن التركي. يا استاذ كرم اهلا بحضرتك.
مساء الخير يا استاذ كرم واهلا بحضرتك. مساء النور، ازيك؟ اهلا بك استاذ كرم. طبعا خبرين مهمين فيما يخص تركيا، وبالتالي يهمني ان انا اخد تعليقك على الخبرين. هبدا بالخبر الاول الخاص بالوثيقه التركيه التي تكشف عن تجسس تركي على حليفتها قطر. ايه اللي توقفت امامه في هذه الوثيقه التركيه؟ شوفي، يعني هو ده امتداد لتصاعد الدور التركي في السيطره على مؤسسات صنع القرار في قطر، خاصة بعد المقاطعة العربية اللي حدثت في يونيو 2017 لقطر اعتراضا على سلوكها السياسي وسياستها في اتجاه صراعات الإقليم. هذه الهيمنة ظهرت في إنشاء قاعدتين عسكريتين في على الأراضي القطرية، وإرسال عدد كبير من الجنود الأتراك الذين بدأوا في تعلم اللغة العربية والانتشار داخل مؤسسات الإمارة. حقيقة ان هذه العلاقة هي تعبير عن او كشفة عن ضعف مناعة البلدين سواء الدوحة او انقرة، واتصور ان هذه الهيمنة قد لا تستمر كثيرا في تقديري بعد كشف النقاب عن تورط القوات التركية داخل المؤسسات القطرية واعتراض قطاع واسع من نخب السياسية في قطر على هذا الأمر، إضافة إلى توجه قطر مؤخرا نحو الانخراط في عمليات التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط وتوقيع عقود مع قبرص الجنوبية. يعني قامت بعض الشركات القطرية بتوقيع عقود للتنقيب عن مكان من الطاقة مع قبرص الجنوبية، وهذا الأمر يبدو مغاير لما تستهدفه تركيا في منطقة شرق المتوسط. فيما يتعلق في تقديري، وهذا هو الأهم، ملف العلاقات المصرية التركية وتصريحات مستشار الرئيس التركي. بالزبط. هذه التصريحات في تقديري ليست جديدة وليست هي الأولى من نوعها. يعني أولا، يعني دعيني أؤكد أن القطاع واسع من النخب السياسية التركية سواء داخل حزب العدالة والتنمية أو في صفوف المعارضة ترى أهمية عودة العلاقات المصرية التركية، وترى أن مصر ركيزة التعامل معها يبقى ركيزة أساسية في لتركيا، سواء من الناحية الاقتصادية أو من الناحية السياسية أو من ناحية تسوية صراعات الإقليم. يعني بن علي الدريم عندما كان رئيسا للوزراء تحدث عن أهمية عودة العلاقات الطبيعية مع مصر، وتحدث كمال كليجدار أغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري ووجه انتقادات حادة لي حكومة العدالة والتنمية للرئيس التركي نفسه بشأن حالة القطيعة ما بين القاهرة وأنقرة. أيضا كان أحمد داود أغلو وعلي باباجان الذين انشقوا عن الحزب مؤخرا من دعاة عودة العلاقات مع مصر، باعتبار أن مصر دولة محورية في المنطقة ولا يمكن الاستمرار في هذا الأمر. أتصور أن الموضوع في جوهره هو موضوع شخصي لدى الرئيس التركي، وأتصور أنه يبحث عما يحفظ ماء الوجه لعودة العلاقة مع القاهرة، خاصة بعد الفشل في الاستثمار الأيديولوجي والفشل في تيارات الإسلام السياسي لإزعاج القاهرة. اليوم هو يدرك ويعي أنه لا غنى عن العلاقة مع مصر إذا أراد الانخراط بشكل قانوني في التنقيب عن مكان الطاقة في شرق المتوسط. هو يدرك ويعي جيدا أن دخوله على خط الأزمة الليبية لن يمر مرور الكرام، خاصة أن ليبيا هي مسألة محورية ونقطة أمن استراتيجية للقاهرة ومسألة أمن قومي. ولعل التدريبات والمناورات التي أجرتها القاهرة قبل أيام وقبل أسابيع كانت رسالة واضحة، ولذلك كان تصريح نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي عشية يعني تمرير البرلمان التركي قرار التفويض بإرسال جنود عسكريين أتراك إلى ليبيا، الرجل خرج وتحدث وقال أن هذه القوات هي قوات سلام، ويمكن لتركيا ألا ترسل هذه القوات إذا فهمت الأطراف المقصودة. هذه رسالة كان يقصد هنا بالأساس القاهرة وقوة مع قبرص واليونان، وكان يستهدف أيضا أو ربما يحاول يعني إيصال رسالة بشكل غير مباشر، دعونا نكون شركاء معكم في شرق المتوسط، لكن الشراكة لن تكون بعسكرة الأزمات، الشراكة لن تكون بالابتزاز، الشراكة لن تكون بإبراز القوة، الشراكة تكون باعتماد المعايير القانونية، باعتماد الاتفاقيات القانونية. إزاي يتم التعامل مع نظام إردوغان دوليا؟ يعني هذا النظام الذي يريد الحصول على جزء من غاز المتوسط بدون أي وجه حق، مواجهته دوليا تكون إزاي يا أستاذ كرم؟ يعني أنا في تقديري يعني المجتمع الدولي كان واضح في هذا الأمر، وخاصة الاتحاد الأوروبي
دعت تركيا إلى الانخراط في اتفاقيات قانونية مع دول حوض شرق المتوسط أولا. الأمر الثاني تم فرض عقوبات أوروبية وإدانات دولية لتوجه تركيا نحو التنقيب بشكل غير قانوني قبالة سواحل قبرص. يبدو أن هناك موقف دولي إقليمي ممانع لانخراط تركيا بشكل بهذا الشكل في منطقة شرق المتوسط بدون اتفاقيات قانونية. الذهاب إلى توقيع اتفاقية مع حكومة السراج بشأن هي اتفاقية غير قانونية من وجهة نظر الكثيرين باعتبار أنها لا تتفق مع أحكام القانون الدولي ومع القانون تقسيم البحار المعمول به منذ 81. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ كرم سعيد المتخصص في الشأن التركي، شكرا لحضرتك. دلوقتي هنروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع مع مواجهتنا الأولى ومكاسب مصر من استضافة مؤتمر المرصد المتوسطي للطاقة. استنونا. أهلا بحضراتكم مرة تانية، وفي المواجهة دي سنسلط الضوء على الفرص المتاحة في منطقة البحر المتوسط وإفريقيا بمجال الطاقة مع مناقشة القضايا والتحديات التي تواجه جهود إنشاء مركز إقليمي للطاقة بالمنطقة، خصوصا مع استضافة القاهرة لمؤتمر المرصد المتوسطي للطاقة تحت عنوان مراكز الطاقة بين التكنولوجيا والمناخ، تعظيم الاستفادة لأسواق الطاقة بالمتوسط وإفريقيا. أكيد هنتوقف أمام بعض رسائل المشاركين في هذا المؤتمر الدولي، خصوصا المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ونتطرق كمان لأطماع أردوغان في غاز شرق المتوسط. اسمحوا لي أرحب بضيفي الدكتور مهندس ماهر عزيز، عضو مجلس الطاقة العالمي واستشاري الطاقة والبيئة وتغير المناخ. مساء الخير وأهلا بحضرتك في المواجهة. مساء النور يا فندم، أهلا بيكي. أهلا بيك يا دكتور ماهر. يعني لو تسمح لي قبل بس ما نبدأ خلينا نشوف مع حضرتك ومع السادة المشاهدين هذا التقرير عن مؤتمر المرصد المتوسطي للطاقة ونرجع نبدأ حوارنا. مراكز الطاقة ما بين التكنولوجيا والمناخ، عنوان المؤتمر السنوي لمؤسسة المرصد المتوسطي للطاقة الذي انطلق في مصر اليوم ليكون بمثابة اعتراف بمكانة مصر كمركز للطاقة في إفريقيا ودول المتوسط. استراتيجية بدأت مصر العمل عليها منذ سنوات لتكون المركز الإقليمي الأول في تداول وتجارة الغاز ورابطا كهربيا بين الدول الإفريقية ودول المتوسط. أهم حاجة عشان نبقى نقول إن إحنا مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز بإن إحنا بنبقى عندنا أولا بنتكلم على قدرتنا من إحنا عندنا إنتاج من الغاز وعندنا اكتفاء ذاتي منه، عندنا إمكانيات في البنية التحتية محطات إسالة، عندنا خطوط أنابيب وشبكة كبيرة من أنابيب الغاز اللي بتاخد مصر من شمالها لجنوبها شرقها لغربها. أفريقيا هي القارة المرشحة للنمو الأسرع في السنوات اللي جاية، والنمو ده محتاج طاقة، الطاقة هي المحرك الأساسي للتنمية، وبالتالي الأمي شاف أنه خلينا نعمل مؤتمر ده في مصر وخلينا نجيب الأفارقة مع الخبراء بتوع الأمي وخبراء مصر ونقعد نشوف كيف يمكن تعميق التعاون ما بين منطقة البحر المتوسط وقارة أفريقيا في مجال الطاقة، وتبقى مصر هي الدينامو، مصر هي العامل المساعد. اجتمع لمناقشتها حوالي 50 خبيرا وممثلا لدول حوض المتوسط وإفريقيا. مصر حقيقة في هذا المجال تطورت كثيرا في هذه السنوات الأخيرة، أصبح عندها أكثر إنتاج حتى من الاستهلاك، و أصبحت تفكر حتى في تصدير الطاقة الكهربائية، هذا شيء مهم جدا، وكذلك ركزت العديد من المشاريع في الطاقات المجددة، فهي تعتبر مثال يحتذى به. الاعتماد على الغاز كمصدر للطاقة صديق للبيئة لا يسهم في زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ورؤية القارة الإفريقية في مجال الطاقة في العصر الرقمي، كانت أهم محاور مؤتمر المرصد في القاهرة لتعزيز مستقبل مراكز الطاقة في إفريقيا وشرق المتوسط. مرة تانية برحب بالدكتور مهندس ماهر عزيز، أهلا بحضرتك دكتور ماهر. أهلا بيك يا فندم. يعني خلينا في البداية نعرف رأي حضرتك إيه في عقد هذا المرصد، يعني المرصد المتوسطي للطاقة في مصر هذا العام، وده دلالته إيه فيما يخص قدرات مصر في هذا المجال؟ هو عقد المؤتمر في مصر هو يعقد سنويا، مرصد الطاقة للبحر المتوسط بيرصد أحوال الطاقة في المنطقة كلها، منطقة حوض المتوسط سواء الدول الأوروبية أو دول شمال أفريقيا وشرق المتوسط.
فهو من خلال رصده لحالة الطاقة التقدم فيها، المشكلات والتحديات التي تواجهها، التسهيلات والفرص التي يمكن أن تغتنمها، هو المرصد ده دوره. مصر النهاردة بتستضيف المرصد في اجتماعه السنوي، وده بيعزز أو يعني ليه دلالة، هي رسالة بتقول إن مصر لها ثقل كبير كمركز محوري لتجارة وتبادل الطاقة في المنطقة. مصر لاعب جوهري ورئيسي في شرق المتوسط بالنسبة للثروات التي تم الكشف عنها سواء في الغاز أو النفط، فده بيقول إن مصر لها مكانة كبيرة ككعبة القصاد الذين يتبادلون الرأي في العالم ويتبادلون السياسات والقرارات الحاكمة. ده مصر النهاردة هي المكان الذي يلتقون فيه. الحقيقة المؤتمر له خمس رسائل جوهرية أو أهداف أساسية. الرسالة الأولى أنه بيبحث الإفادة بالتطور التكنولوجي، حتى باين من اسمه مركز الطاقة بين التكنولوجيا والمناخ، فهو بيشوف بالضبط إيه الدور الذي تؤديه التكنولوجيا في تقدم حالة الطاقة في المنطقة وفي المستقبل الذي نتجه إليه. الرقمنة داخلة تلعب دور كبير، ودي باختصار وببساطة هو تضافر تكنولوجيا المعلومات مع التكنولوجيا التقليدية، فالتكنولوجيا التقليدية امتزاجها بالتكنولوجيا الحديثة للمعلومات بينتج تكنولوجيا محدثة جدا لها قدرات مختلفة عن القدرات التقليدية. ده أول نقطة. النقطة الثانية التضافر في حماية المناخ، وده أيضا في الاسم مركز الطاقة بين هذا المركز للطاقة بين التكنولوجيا وتغير المناخ. احنا النهاردة أصبح فيه تهديد حقيقي يواجهه جو الأرض بصفة عامة من ارتفاع تركيزات غازات الاحتباس الحراري في جو الأرض، وبالتالي التهديد بارتفاع متوسط درجة حرارة جو الأرض ليتجاوز درجتين مئويتين، وده حد الخطر. وبالتالي كل جهود الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ التي تطوي فيها حوالي 196 دولة علشان يلجموا الزيادة في درجة حرارة جو الأرض ما يزيدش عن 2 درجة مئوية. إذن احنا هنا في هدف التضافر في الحفاظ على مناخ الأرض. النقطة الثالثة إنشاء سوق مشتركة للطاقة، برايمرلي الغاز، هي بتبدأ بالغاز لكن طبعا في كشوف نفط موجودة. يعني هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية سنة 2010 قالت إن هذه المنطقة شرق المتوسط في حوالي 4.3 مليار برميل نفط مخزون، وفي 345 تريليون قدم غاز في المنطقة دي بس. ده الاستطلاعات المبدئية، وممكن تكون أكتر من كده. فهنا احنا أمام إمكانية ضخمة جدا لسوق مشتركة للغاز في شرق المتوسط. ومصر عملت أوريدي مبادرة ممتازة لما شكلت منتدى غاز شرق المتوسط علشان يبدأ كنواة يبنى عليها اتساعات السوق في شرق المتوسط. النقطة الرابعة صياغة سياسات طاقة مشتركة. احنا عندنا هنا اكتر من 7 دول في شرق المتوسط، منتدى غاز شرق المتوسط يجمع الان 7 دول، في اكتر من كده الباب مفتوح ان هم ينضموا. ده بيفتح المجال لصياغة سياسات مشتركة، مهم جدا مسألة صياغة السياسات المشتركة. النقطة بقى الخامسة، ودي نقطة احنا بنواجهها دلوقتي بحدة، انه حماية الأصول الوطنية للدول الموجودة في شرق المتوسط من أطماع القراصنة والبلطجية. دلوقتي أول ما بتلاقي فيه ثروة يطلع لك شوية قراصنة وبلطجية، فدلوقتي الأطماع دي ابتدت تهدد الأصول التي تحتازها هذه الدول. فالهدف الخامس تعزيز أمن المنطقة تجاه أطماع
القراصنة والبلطجية. ممتاز. طيب كان في عدد من الرسائل مهم ان طبعا وحياتك موجود معنا نتوقف امامها، خصوصا الرسائل الخاصة بالمهندس واللي اطلقها المهندس طارق المولى وزير البترول والثروة المعدنية، يعني مثلا ما قاله عن ان منطقة الشرق الاوسط تمثل نقطة ارتكاز في معظم المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة باسواق الغاز العالمية. شفت هذه الرسالة الاول ازاي يا دكتور؟ احنا دلوقتي اسواق الغاز الرئيسية ومنابعه الجوهرية موجودة أساسا في منطقة الخليج العربي وفي روسيا وفي إيران. النهاردة مركز الثقل بيبتدي يبان أكتر في شرق المتوسط، ولذلك من هنا نتفهم التصريح اللي تفضل به معالي وزير البترول. احنا هنا مركز بينمو بقوة وبزخم ضخم من حيث المخزونات اللي موجودة، وبالتالي أصبح لي ثقل كبير جدا. ينظر إلى هذا المركز أنه يعني يقابل معظم احتياجات أوروبا من الغاز. أوروبا دائما متعطشة للطاقة. نمرة اتنين، تقريبا هياكل البنية الأساسية للطاقة فيها ترامت وتزايدت، بحيث أن هم مش عايزين يعملوا حاجة تانية، عايزين ياخدوها من الخارج. احنا النهاردة أصبحنا منطقة قريبة جدا لأوروبا، تستطيع أن تستجيب لكل احتياجاتها بمنتهى البساطة ودون أي تكاليف ضخمة. التكاليف معقولة، دول الجوار قادرة، المخزونات موجودة، التطوير التكنولوجي وتطوير الإمكانية دائما قائم. والنهاردة أفريقيا تعتبر مجال ضخم جدا، أو كنز مكنون لا يزال لم يبح بأسراره بعد لتغذية أوروبا بالطاقة. احنا عندنا بوتنشال أو إمكانية ما حدش واخد باله منها أو ابتدوا ياخدوا بالهم منها. يعني مثلا 40% من الطاقة الشمسية في العالم كله موجودة في أفريقيا، ودي ممكن قوي تبقى مغذي مهم جدا لأوروبا في الفترة القادمة. أكثر من 35% من طاقة الرياح العالمية كامنة في أفريقيا. أكثر من 30% من الطاقة المائية في العالم كله لا تزال مكنونة في أفريقيا. أفريقيا عندها استعداد أن هي تولد أكثر من 200 ألف، يعني 200 جيجا، 200 ألف ميجا وات من الطاقة المائية بس. فما البال لما نضيف لها إمكانات الشمس وإمكانات الرياح، إحنا عندنا بوتنشال هايل. منطقة شرق المتوسط ابتدت تكون هي الباب والمدخل لهذا الكنز الضخم من خلال مصر، ولذلك احنا بنفهم او نتفهم هذا التعليق من الزوايا دي. طيب الوزير اتكلم كمان عن ضرورة مناقشة التحديات اللي بتواجه جهود انشاء مركز اقليمي للطاقة في المنطقة. ايه هي هذه التحديات ومكاسب تفعيل المركز في دور المنطقة؟ اول التحديات الاطماع، والاطماع ابتدت تبان بقوة لدرجة طبعاً انها بتقترب ان تتخذ شكلا عسكريا. صحيح. يعني العدوان الحادث على المنطقة الاقتصادية الخالصة لشمال قبرص من جانب تركيا ده عدوان، لأنه لا أحد يعترف بأن شمال قبرص دي دولة مستقلة إلا تركيا، إلا تركيا بس. من 196 دولة في العالم كله. صحيح. ولا منظمة دولية تعترف بهذا. فإذا هنا في أطماع واضحة جدا فيما تحتازه قبرص. طب قبرص ليست وحدها، قبرص على تماس بالمنطقة الاقتصادية الخالصة لليونان، على تماس بالمنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، أيضا في عندنا المناطق الاقتصادية الخالصة لسوريا، للبنان، لإسرائيل، لفلسطين، وعندنا في مصر. هنا ابتدى أطماع طرف هتجور على حقوق الأطراف الأخرى كلها، وبالتالي ابتدى ده يكون أكبر التحديات. وإحنا بدأ لنا مسألة القرصنة في ادعاء تقسيم الحدود ما بين ليبيا وما بين تركيا. احنا لو شفنا حوض البحر المتوسط هتلاحظي سيادتك معايا هنا في الحتة دي كده تركيا، وننزل كده نلاقي مصر وليبيا. فازاي يبقى في حدود او منطقة اقتصادية خالصة ما بين شرق المتوسط وليبيا؟ لا، ليبيا مواجهة لجزء من تركيا في الشمال المباشر لها، انما ما تجيش خالص عن شرق المتوسط. فالقصة دي مفتعلة وبتتخذ تكئة لعدوان والتطلع إلى احتياز ما ليس لهم. هي دي عمليات القرصنة اللي أنا بتكلم عنها،
وعمليات البلطجة. طبعا القرصنات مترادفة مع يعني تصرفات البلطجة، واخد بقى التهديد بالسلاح، التهديد بان ما حدش يقرب من المنطقه دي لالا مش عارف يحصل ايه. الكلام ده اصبح يعتبر اكبر تحدي موجود الان. التحدي ده الكفيل بحله نهائيا القانون الدولي. قانون البحار الذي اصدرته الامم المتحده ده يمكن اكبر قانون دولي موجود، 320 ماده، 9 ملاحق، وضع في 9 سنوات عشان ما يسيبش فتفوته دون ان يقننها. فالمخرج من هذا كله هو القانون الدولي دون محاولات للبلطجة ودون محاولات للقرصنة. ممتاز. طيب قبل ما نروح فعلا لمحاولات القرصنة ومحاولات التعدي على حقوق الآخرين من قبل تركيا، الأول برضو الوزير اتكلم عن أهمية الدور المصري في المنطقة، وإن مصر كدولة متوسطية تعد أكبر سوق للغاز الطبيعي في إفريقيا وشرق المتوسط، وأكثرها جاهزية وسرعة للقيام بدور حيوي في تجارة الطاقة العالمية وتدفق الإمدادات بين الدول. كيف نوظف هذه المزايا لصالح الاقتصاد الوطني المصري؟ هو وجود مصر كمركز محوري قائم على دعامات جوهرية. أول هذه الدعامات كما تحدث معالي وزير البترول، إحنا عندنا بنية أساسية مش موجودة لأي دولة مجاورة. عندنا المركز المتوسط والموقع الجغرافي العبقري، عندنا قناة السويس، ممر أكبر ممر ملاحي أو أكثر الممرات الملاحية تأثيرا على وجه الكرة الأرضية في ربط الشرق بالغرب. عندنا شبكات مترامية للغاز والنفط تملأ الأرض المصرية، وعندها جهوزية كاملة لاستخدامها في المشروعات اللي موجودة. عندنا قدرات لإسالة الغاز الطبيعي، احنا نسيل لأنفسنا من مواردنا الوطنية ونسيل أيضا للجيران من مواردهم الخارجية، فاحنا قادرين أن نؤدي هذا الدور. سمعنا في الفترة الأخيرة أن هناك اتفاقية لمد أنبوب غاز من إسرائيل إلى قبرص واليونان إلى أوروبا. البعض حس بانزعاج، طب ده هيأثر على مركز مصر؟ نيفر، لا يمكن يأثر على مركز مصر، لأن مصر عندها إمكانات أخرى للإسالة، هيحتاجوا ان هم يجوا عندنا عند الإسالة، لأنه طب هيدوا أوروبا، لسه بقية العالم، لسه العالم شرقا غربا وشرقا متعطش للغاز الطبيعي، وده ما يتنقلش بأنبوب، ده يتنقل لما يتسيل، ولما يتسيل يطلع على الناقلات عبر البحار ويروح لكل أماكن تحتاجه. في اليابان محتاجة، أسبانيا محتاجة، الولايات المتحدة رغم ان عندها وبتستورد. فإذا ما فيش حاجة بتهدد حاجة، بالعكس ده بداية لتعاون كبير، لأن احنا برضو وصلت أنبوب بسيطة جدا مننا تربط بهذا الأنبوب، احنا كمان نبقى شركاء في تغذية أوروبا من الغاز المصري، وفي اتفاقات بتنظم الكلام ده. إذا احنا هنا عندنا شبكة مترامية، عندنا خط أنابيب سوميد بين المعظم بترول الخليج العربي لسيدي كرير، ومن سيدي كرير على الناقلات لأعالي البحار في كل مكان. فعندنا كمان في ناحية بقى أخرى عندنا شبكات الربط الكهربي مترامية الترابط والتشابك. إحنا المركز المحوري للطاقة لمصر لا تتمتع به أي دولة مجاورة. أي دولة لها ميزة، إحنا عندنا 10 ميزات أمامها. هو الوزير أشار فعلا الجزئية اللي حضرتك بتقولها، أن إحنا المركز دلوقتي، يعني هو اتكلم عن أن يعني في تطور وزخم في منطقة الشرق الأوسط، وأن مصر ليها دور كبير في ذلك، خصوصا مع النصيب المؤثر ليها من خلال الاكتشافات الأخيرة، ويمكن على رأسها أو أشهرها على الأقل حقل ظهر. قول لي إلى أي مدى ده بيوضح الفكر اللي موجود وراء الأطماع التركية الأردوغانية في المتوسط والغاز ومحاولة الاعتداء على حقوق الآخرين. هو دايما وجود الثروة بين أيدي أحد يخلق في المقابل مجموعة من الأطماع لدى الآخرين، وتبقى لعبة القوة، الأقوى يستطيع أن يسطو على حقوق الأضعف. لكن لحسن الحظ إحنا هنا في مجتمع دولي وفي تنسيق إقليمي، فإحنا مش دولة لوحدها، إحنا 7 دول مع بعض. أطماع أي واحد تتهد قصاد هذا التعاون وهذا التنسيق.
منتدى غاز شرق المتوسط كمنصة سياسية واقتصادية بتؤدي دور مهم جدا في حماية حقوق الشركاء. التنسيق السياساتي اللي هيحصل ما بين هذه الدول أيضا يقف حائط صد، وده بيحمي كمان الموارد الوطنية. احنا اللي بيعزز كمان مكاننا الحقيقة حقل ظهر 30 تريليون. النهاردة في تصريحات جديدة بأن مصر لديها أكثر من 200 تريليون قدم مكعب في المنطقة الخالصة الاقتصادية بتاعتنا في شرق المتوسط. في 200 تريليون قدم مكعب تاني الكشف السايزمي والبحوث السايزمية والجيوتقنية اللي بذلت في شمال البحر الأحمر خاصة بعد ترسيم الحدود، دي بتكشف أيضا عن 200 تريليون أخرى. مصر النهاردة مش بس عندها 30 تريليون مخزون موجود في حقل ظهر، احنا بنزيد عن 400 تريليون تقريبا بوتنشال، وده بيتعزز بالكشوف اللي جاية إن شاء الله. لو حضرتك عرفتي حجم الاكتشافات البترولية والغازية اللي تمت في مصر من سنة 13 للنهاردة تدهشي. سنة 2013 كان فيه 57 اكتشاف، 2014 41 اكتشاف، 2015 حقل ظهر، 2018 61 اكتشاف. ايوه كلها مناطق غير اللي 75 اكتشاف، كلها مناطق جديده غير اللي كنا مكتشفينها من قبل. بالضبط. وعمالين من الحمد لله الله بينعم علينا بثروه مكنونه في بلادنا، واحنا مؤهلين لاستغلالها على افضل نحو ممكن لصالح شعب مصر ولصالح بلادنا. ان شاء الله ان شاء الله. طيب يعني الاتفاقيه الباطله ما بين اردوغان والسراج، يعني هذه الاتفاقيه الخاصه بترسيم الحدود شايفها ازاي وشايف الاهداف من وراءها ايه، خصوصا فيما يخص مجال الطاقه دكتور ماهر؟ هو انا شايفها من زاويه انها محاوله للقرصنه، ولكنها محاوله خائبه وفاشله. لان زي ما قلت لسيادتك لو شفنا الخريطه الجغرافيه نلاقي تركيا واخده مكان زي واخده من شرق المتوسط من نصه تقريبا إلى نهاية الشرق، واخدة مساحة، المساحة دي تقابل في الناحية الثانية، بتقابل قبرص، بتقابل مصر هنا، واخدة بال سيادتك، وبتقابل في الناحية يعني مش في شرق المتوسط، يمكن في منتصف المتوسط بتقابل جزء من الشاطئ الليبي. إذا هي لا دخل لها ترسيم الحدود مع ليبيا، لا يدخلها مطلقا في شرق المتوسط، يدخلها في غرب شرق المتوسط، فغرب شرق المتوسط غير شرق المتوسط، الكشوف كلها موجودة في شرق المتوسط. فهي محاولة للف والدوران علشان يأخذ ما ليس له. لكن طبعا زي ما قلت لسيادتك القانون الدولي واقف بالمرصاد، ترابط هذه الدول في تناسق سياساتي كامل واقتصادي مهم، ده بيقف أمام الأطماع ويحدها. وإحنا بنلاحظ، أنا قبل ما أدخل كان في خبر لنائب لمستشار أردوغان ابتدى يلاقي يتكلم عن علاقات مع مصر. دي صفحة جديدة. هم اكتشفوا إن المحاولات القرصنة والبلطجة لا نجاح لها مطلقا، هي مجرد شوية كده هبات لكن لا أساس لها من الواقع، ولو حصل هتبقى كارثة عليهم هم مش على الدول، لأن القانون الدولي يحمي حق دول شرق المتوسط كلها. إحنا كنا كمان أصحاب حق وعدل، إحنا لما رسمنا الحدود مع قبرص عشان نحدد المنطقة الاقتصادية الخالصة كان لازم نحدد خط أساس مصر وخط أساس قبرص واليونان. لما حددنا خط الأساس في 8 نقط في خط الأساس المشترك، 8 نقط إحنا قلنا النقطة الثامنة تشترك معانا فيها تركيا. وبالتالي من سنة ده كان حصل 2013، من 2013 ل 2019 تركيا ما اتكلمتش، لأن احنا كنا حقانيين وعملنا الصح وفقا للقانون الدولي والاتفاقية الأمم المتحدة للبحار. جم بقى لما لقى موقفه ضعيف في أوروبا، يعني ابتدى بقى يواجه مشكلات سياسية كبيرة قوي، بيلاقي نفسه مخرج. فهو يعلم علم اليقين إن لو لي حق في شيء تم الحفاظ عليه تماما، وزي ما قلت النقطة الثامنة قالوا في ترسيم الحدود ان تشترك معنا فيها تركيا، لا مسبب له ولا مبرر لهم مطلقا ان يعتدي على حقوق الاخرين. هو كوموفلاش وقفاعه فقاعه كده كبيره قوي بيغلوش بيها على موقفه، وعايز يعزز مكانته داخل بلده نظرا للمشكلات الضخمه اللي بيواجهها،
ولكن المحاولة دي للأسف محاولة مكشوفة وفاشلة تماما وبتضعف موقفه، لا تعززه، بالعكس بتجيب نتائج عكسية جدا وتضعفها. عشان كده جايين في الآخر يعترفوا بالحق ويقول احنا عايزين نلاقي مساحة نبتدي نتعامل فيها مع مصر. أنا بشكرك شكرا جزيلا طبعا على هذا التحليل كالعادة. شكرا ليك الدكتور مهندس ماهر عزيز، عضو مجلس الطاقة العالمي واستشاري الطاقة والبيئة وتغير المناخ، شرفتنا ونورتنا. العفو فندم. نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع مع مواجهتنا الثانية وقراءة في أهم الملفات محليا وعربيا مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد الحليم أنديل. اهلا بحضراتكم من جديد، وفي المواجهه دي هنعمل قراءه في اهم الملفات العربيه والاقليميه، والبدايه مع المشهد التونسي في ظل توابع لقاء اردوغان مع راشد الغنوشي رئيس حركه النهضه الاخوانيه رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، تحرك بعض الاحزاب التونسيه لسحب الثقه منه. اكيد هنتكلم كمان عن اخر تطورات الازمه في ليبيا الى جانب مناقشه اهم رسائل رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيله صالح خلال كلمته بالبرلمان المصري. طبعا هيبقى عندنا جولة أيضا في ملفات زي العراق ولبنان وغيرها من الملفات العربية. اسمحوا لي في البداية أرحب بضيفي الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد الحليم أنديل. منورنا أستاذ عبد الحليم. الله يخليك نورك. أهلا بحضرتك. طبعا عايزين نبدأ من الدور المشبوه للإخوان في تونس الحقيقة، تحديدا ممارسات حزب النهضة والزيارة التي لم يتم الإعلان عنها مسبقا يعني أو التطرق إليها بأي شكل من الأشكال من قبل راشد الغنوشي لتركيا. شايف الزيارة دي إزاي وعدم يعني الإعلان عنها كمان؟ يعني هو عموما المشهد السياسي في تونس يوحي بتذكر المشهد السياسي المصري على عتبات ثورة 30 يونيو 2013. فإذا كان في مصر جرى عزل الإخوان بثورة شعبية، فالآن يجري بصورة متزايدة ما مفاده عزل الإخوان بثورة برلمانية إنجاز التعبير. أشرنا من قبل إلى طبيعة التصويت في البرلمان حول رفض منح الثقة للحبيب الجملي مرشح حزب حركة النهضة، مع ملاحظة أن حزب حركة النهضة يعد بصفة عامة أكثر جماعات الإخوان تطورا من الزاوية السياسية والمدنية في العالم العربي، لكن هذا لم يعفي من مصير الإخوان. ما هو مصير الإخوان؟ أتذكر أنني في كتاب الأيام الأخيرة اللي صدرت طبعاته الأولى في يونيو 2008 تحدثت في سيناريوهات يعني مستقبل مصر بعد نهاية مبارك أو بعد خلع مبارك، وكلمت عن أنه إذا حكم الإخوان مصر، وحاولت قراءة المشهد وقت قلت سوف يمضي مبارك بكل تأكيد، سوف يخلع، اثنين سوف يحكم الإخوان بكل تأكيد عقب خلع مبارك. لم يكن في الأمر يعني نوع من ضرب الرمل أو قراءة الودع أو شيء من هذا القبيل، كانت هذه الصورة واضحة جدا، لأنه قد جرى تسمين إنجاز التعبير حالة الإخوان بصورة متوازية مع انفتاح السداح مداح وصولا إلى ثورة 25 يناير 2011، وأنه الحياة لا تعرف الفراغ، وإن إزاحة الرأس في هذا النظام ممكنة اللي هو نظام مبارك، لكن تغيير النظام ذاته أمام فترة طويلة لاحقة، وإن الطور الأول ممكن يعني سيمضي مبارك سيحكم الإخوان. ورأيت أن حكم الإخوان هو مش أفضل وسيلة بين بدائل مطروحة، لم يكن هناك من بديل آخر، أنه هو الوسيلة الوحيدة لامتصاص طفح الإخوان إنجاز التعبير، أنه تيار اليمين الديني وفي قلبه الإخوان حين نما في مصر هذا النمو الرهيب من بعد حرب أكتوبر 1973 وانهيار الاختيارات المستقلة المنسوبة للرئيس عبد الناصر والانقلاب عليها تماما، كأخلى الساحة بحيث نما بالتوازي مع الانفتاح ومع اتساع رقعة النهب العام والتفكيك العام، نما حالة تيار اليمين الديني مصحوبة بفيضان البترودولار الذي أراد تصفيه حسابه مع الثورة المصرية. هؤلاء هذا النمو أغرى بعض دوائر الأبحاث الغربية راند وغيره
أن المرحلة القادمة سوف تكون حكم الإخوان أو ما أسموه بتيار الإسلام السياسي المعتدل الذي يفيدهم في شيئين حسب هذه التصورات. واحد، أنه يضمن لهم استمتداد مصالحهم في المنطقة، لكن هذه المرة على أساس قاعدة شعبية هي قاعدة الإخوان، لا من خلال النظم المعلقة التي مالت إلى التوريث وتحويل الجمهوريات إلى ملكية. اثنين، أنهم تصوروا أن هذا الإسلام السياسي المعتدل يمكن أن يكون مفيدا لهم في طرد ما يتصورونه إسلاما سياسيا عنيفا أو إرهابيا. رأوا الفائدتين. أنا كان رأيي بالمقابل أن الشعبية الظاهرة لجماعة الإخوان في قلب تيار اليمين الديني هي شعبية طفحية، بمعنى زي طفح الجلد كده الذي يظهر في مراحل مرض ممتد، وأنه مع التعافي يمكن أن يزول، وأنه مع ثورة الناس وإحساس الناس استرداد خصوبة البلد مقدرتها واتساع خيالها على إمكانية التغيير ورؤية أي شيء آخر، خاصة بعد حكم مبارك اللي امتد 30 سنة فعمل زي طائر الرخ كده، لا انت شايف السماء بعد ولا انت شايف قدام، فحصل عقم في الخيال. اتساع الخيال سوف يسمح، سوف يخلق فرصة وعي تسمح بتسريع إزاحة هذا الوهم. الوهم جاي منين؟ أنه أوحى بأنه بديل، بينما هو قرين أو أسوأ من القرين الذي ثار الناس عليه. ومن هنا كان في فترة من 25 يناير ل30 يونيو كان موقفي ببساطة، دعوا الإخوان يحكموا، لأنه ما من سبيل وسيكشفهم الناس في لحظة وعي، في لحظة من حرارة الوعي وتقليب البدائل، هم أوحوا بأنهم البديل، بينما هو أسوأ من بينما هم قرين أو أسوأ من القرين. أما مصائر الثورة نفسها والأحلام فهذا أمرها ممتد، لأنه هذه الثورات بطبيعتها التي جرت في المنطقة في موجة 2011 وموجة 2019 هي تنطوي على شيئين، شيء إيجابي جدا اللي هو استعادة إحساس الناس بالرغبة في التغيير، لكن كمان هي تنطوي على سمة لا أقول نقصا، هي فكرة إن هذه الثورات أحلامها ضخمة جدا، يعني طموحاتها في يعني متسعة، لكن هي تفتقد فكرة الحزب السياسي أو القيادة السياسية أو القادرة على ملء فراغ يمكن أن يتركوا زوال هذه الأنظمة. وأنه الحياة لا تعرف الرحمة، عموما الحياة لا تعرف الفراغ، فالأمر الطبيعي أن جرى ذلك في مصر. والقاعدة عموما في المنطقة بنظرية الأوان المستطرقة أن ما يجري في مصر يعود ينعكس على المنطقة بصور متعددة، طبعا طبقا لتفاصيل كل قطر عربي على كل المنطقة شرقا مشرقا ومغربا. وهذا ما نراه متحققا الآن، لأن الموجة الثانية اللي هي بتعبر عن الرغبات الشعبية بصرف النظر مؤقتا عن مقدرة هذه الرغبات إلى العبور إلى نظم جديدة، الآن الموجة الثانية من الثورات لم تعرف إخوانا، يعني لم يشارك فيها الإخوان، بل إن بعضها جرى ضد الإخوان أو حكم الإخوان مثلا كما جرى في السودان أو غيره. كان أمرا طبيعيا أن تمتد هذه الظاهرة الجديدة اللي هي قصر عمر سطوة الإخوان إلى أنضج تجارب الإخوان. أنضج تجارب الإخوان في حركة النهضة، حركة النهضة وحزب حركة النهضة كما هو معروف منذ عام 1978 وهو يدعي أنه قطع صلاته بجماعة الإخوان في مصر. اثنين، بعد ذلك بعد ثورة 14 جانفي زي ما بيقولوا في تونس 2011 الذي حدث أنه الإخوان حركة النهضة حرصت على المباعدة بينها وبين جماعة الإخوان في مصر، هذا لم يمنحها من التأثر بما جرى في مصر، لأنه الادعاء غير الحقائق. في مع ثورة 30 يونيو 2013 حدثت هزة ضخمة في تونس، حاولت حركة النهضة تفادي الخطر بالتراجع خطوات والسماح بتشكيل حكومة مستقلين أفضت إلى تجنبها نسبيا لفكرة الزوال بأثر من ردة فعل الجمهور. نذكر أن حصلت مظاهرات ضخمة جدا وأنه سقط شهداء من المصريين ومن اليسار التونسي. الذي حدث الآن فوق أنه يعكس
تراجع متصل في شعبية حركة النهضة، رغم أنها ادعت فيما بعد خاصة في 2016 ومن بعد 2016 أن لا صلة لها أصلا مش مع الإخوان، مع الإسلام السياسي ككل، وأنها ليست حركة إسلام سياسي، وأنها حركة ليبرالية ديمقراطية كالحزب الديمقراطي المسيحي في ألمانيا أو سواه. رغم ذلك انتهى تشكيل برلمان الجديد إلى الوضع المعلق، ظلت حركة النهضة محتفظة بالمركز الأول بين الأحزاب، لكن هذا المركز الأول لم يمكنها من أن تشكل لا أغلبية ولا مقدرة على مد الصلات مع الآخرين الذين تسكنهم هواجس المثال المصري ويتحركون بدواعي. هنا الهزيمة الحبيب الجميل، الحبيب الجميل لا أحد يعرفه تقريبا، هي هزيمة لحركة النهضة. تتاليات هذا الكلام ظهرت مع زيارة راشد الغنوشي إلى تركيا التي تمت تسللا. راشد الغنوشي ليه تمت تسللا وليه تمت في سرية تامة يا أستاذ عبد الحليم؟ ما أقصده بالتسلل هو هذه السرية. يعني لأنه لما تراقبي، لا إحنا نراقب ما جرى هناك ببساطة شديدة جدا، نظرت الأحزاب الأخرى اللي هو أنا قلت فيه نحو ثلثي أعضاء البرلمان مقابل أقل من الثلث أو الثلث تقريبا موال لحركة النهضة، من نواب حركة النهضة ومن نواب ائتلاف الكرامة ذي الميول السلفية. الذي حدث أنه هو مباشرة ذهب إلى تركيا، مما يؤكد ما أشرت إليه من قبل في مداخلات في هذا البرنامج وفي غيره، أننا من فترة نشهد ما أسميه تتريك الإخوان. يعني إيه تتريك الإخوان؟ يعني بدل أن تواصل حركة الإخوان زعمها بأستاذية العالم وبأنها تقدم نموذجا جديدا و و و إلى آخره، جرى إلحاق جماعات الإخوان في الدول العربية بالذات بالمركز التركي. اللي هو إيه المركز التركي؟ هو ما فيش أي علامة ولا أمارة على أن المركز التركي لا يطبق مبادئ الشريعة الإسلامية ولا في أي مظهر من مظاهر الشريعة الإسلامية تماما، بل في عكسها تماما، يعني عكس ما يرغب فيه جمهور الإخوان من رؤية أو تصور الدول حين يحكم الإخوان. لكن هو أراد إردوغان في لحظة، يعني في عشرية صعوده الأول كان لا يبالي أصلا بالإخوان ولا بغير الإخوان ولا غيره، وكان علاقاته ممدودة مع فتح الله جولين الذي يظنه شبحا الآن. في العشرية التراجع التي يعني تقارب سنواتها على النهاية، أردوغان تبع خطا قوميا تركيا، بمعنى استعادة ما يتصوره من مجد غابر للدولة التركية ممثلا في الدولة العثمانية. وهذه زاوية مهمة، مش من زاوية التقاليد الإسلامية، لأنه المعروف أن قصور الخلافة العثمانية لم تنطوي على أي تقاليد إسلامية من أي نوع، إنما من زاوية محاولة جمع جمهور ينفض تدريجيا من حوله بعد أن انتهت دورة النمو الاقتصادي الباهر التي امتازت بها العشرية الأولى لحكم أردوغان. فهنا الحاق الإخوان التي تدعي انتماء لحركة إسلامية جامعة بالمشروع القومي التركي في لحظة التراجع هو ما أقصده بتتريك الإخوان. يعني إيه؟ يعني أن جماعات الإخوان تحولت إلى جماعات عمالة مباشرة إما للمخابرات التركية أو للجيش التركي، إما أنها، وطبعا العمالة المباشرة للجيش التركي بدت في إخوان المشرق العربي سواء في سوريا أو في العراق أو في غيرها، والعمالة المخابرات التركية بدت في شمال أفريقيا من أولها جماعة إخوان مصر، لكن كانت تعتبر نفسها مركزا للعالم الإسلامي كله، وجماعات الإخوان من ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وغيرها. هنا التحول إلى هذه العمالة المباشرة والخيانة المباشرة، لدرجة أن أحد قيادات الإخوان المصريين قال لك لو تركيا حربت مصر إحنا هندخل ب30,000. يعني ما لم يصبح الأمر مجالا لتأويل ولا تفسير ولا تحامل ولا اتهام ولا محاولة مدراء الخيانة والعمالة، ولا محاولة مدراء في سفور فاجر تحول بمقتضاء أي زعم
للإخوان عن أنه لا وإحنا وطنيين وإحنا حركة وطنية وإحنا بس معارضين لكذا وإحنا وإحنا وإحنا، هذا الكلام كله سقط في لحظة الحق تماما، كما سقط وهم الإخوان في لحظة وعي استثنائي للشعب المصري عقب ثورة 25 يناير 2011. فهنا أنضج حركات الإخوان من زاوية التصرف السياسي اللي هي حركة النهضة تسقط الآن في الفخ ذاته، كأنها ذاهبة للخليفة العثماني تستنجد به. هذا الذهاب يؤثر إزاي على حركة النهضة لدى الشعب التونسي يعني في الشارع التونسي؟ أنه يسقط أمام هذا الذهاب وبهذا الشكل السري الشارع كمان. السياسي التونسي طبعا هم قدموا تبريرا تافها الحقيقة، قال لك انه راشد يعني الغنوشي ذاهب لاردوغان عشان يهنئه بصناعه السياره الكهربائيه الجديده، هذا حدث من شهر تقريبا يعني. وهل يجب ان يذهب يعني لهنئه؟ الا يكفي راشد الغنوشي لا هو صناعي ولا هو مهندس ولا هو مهتم لا بصناعه السيارات ولا بصناعه طائرات الورق. الاخ راشد الغنوشي ذهب الان الى المعلم يعني هنا بعد هزيمته المعلم بعد هزيمته ليرى ما هي الخطوه القادمه، هزيمته التي اراد تجنبها بكل السبل ولم ينجح، يعني رشح شخصا اخر اللي هو عبد الفتاح مورو وهو يعرف انه سيهزم لكي يتخلص من نفوذ عبد الفتاح مورو الذي ظل في تونس حين كان راشد الغنوشي هاربا الى دول اوروبيه كثيره منها فرنسا وسويسرا وغيرها. ايضا اراد اقتناس مقعد رئيس البرلمان كنوع من مكافأة نهاية الخدمة، لأنه يعرف أنه مع مؤتمر حركة النهضة المقبل لا يمكنه إعادة ترشيح نفسه وأن دي ختام حياته. للأسف راشد الغنوشي أنهى الآن حياته السياسية العامة بهذه الزيارة في تونس بهذه الزيارة، لأنها تتم في سياق واضح سافر جدا. تركيا تعد الغزو دولة عربية، تركيا طلبت من تونس قواعد إبرار، أثار ذلك الرأي العام التونسي، اضطرت الرئاسة التونسية لإصدار بيان يكذب وينفي. هو أيضا تم بعد يعني بعد في وهم عند أردوغان أنه ذاهب إلى تونس حيث بلد جماعته جماعة حركة النهضة، فوجد خذلانا في النهاية. فالأخ راشد الغنوشي ذاهب في لحظة الهزيمة على وهم أنه يمكن أن يستنجد بالخليفة العثماني. هل ده ينهي عثمانية حركة الإخوان واتجاهاتها هي الوضع الذي يجري الآن، وجعلت مصيرها مرتبطا بمصير أردوغان بعد أن جردت نفسها بنفسها من أي ادعاءات ولاء لأوطانها أو شعوبها أو جمهورها كويس. المحكوم ذهنيا بفكرة تقاليد الشريعة الإسلامية التي لا وجود لها أصلا. طيب هل ده ينهي فقط يعني حياة راشد الغنوشي السياسية، ولا كمان يمتد ويبقى له تأثير على حركة النهضة كمان كلها في الشارع التونسي؟ حركة النهضة الآن بعد هذه الهزيمة وبعد هذا التكتل من كافة الاتجاهات، لاحظت الاتجاهات مختلفة، اتجاهات يسارية من النصيرين ومن غيرهم في الكتلة الديمقراطية اللي هي رقم 2 في البرلمان دلوقتي ب 42 نائبا، الكتلة البرقيبية أو الدستورية كما يسمونها في 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 تونس بكافة تفرعاتها من قلب تونس إلى تحيا تونس إلى الحزب الدستوري الحر إلى إلى إلى، ففي إجماع من اتجاهات الرأي العام التونسي على فكرة عزل حركة النهضة. في ضوء هذا العزل ماذا سيحدث في حركة النهضة في مؤتمرها المقابل القادم؟ سيحدث إن لم يحدث انشقاق تنظيمي مباشر سوف يحدث انشقاق في الروح، بمعنى إمكانية ارتداد حركة النهضة إلى الموقع الذي حاولت دائما الهروب من الاتهام به إلى موقع سلفي تقريبا، لأنهم لا يكسبون قواعد التي يكسبونها بكلام الغنوشي عن الليبرالية وعن كذا وعن كذا، هم يكسبون بفكرة المشايخ والمساجد والوعد بوعد الشريعة وإلى آخره. عند مستوى القيادة يخفون ذلك كله ويتحدثون حديثا آخر. فهنا هذا الانكشاف لدى الجمهور سوف يعني أنه ما سيتبقى من جمهور حركة النهضة سوف ينحس سلفيا. وفي تونس كما نعرف في تناقض ظاهر جدا، تونس التي
تدعمت فيها فكرة الحريات السياسية والمدنية والشخصية، وفتحت البلاد على النسق اللبناني كده لكافة أدوار المخابرات وكافة أنواع التمويلات، في مئات ربما آلاف من جمعيات تتلقى تمويلا أجنبيا، وزيادة نفوذ المثليين وغير المثليين وإلى آخره في جمعية رسمية اسمها شمس للمثليين في تونس إلى آخره، وكان هناك أحد المرشحين على مقعد الرئاسة من المثليين. هذا كله قائم طبعا، إضافة لما نسب من إنجازات لبرقيبة في مجال تحرير المرأة أو 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 إلى آخره، ومغادرة مواقع أي ارتباط في قانون الأحوال الشخصية بالشريعة الإسلامية أو بغيرها. كل هذا في جانب، وفي الجانب الآخر يجب أن نلحظ أن تونس تحولت في السنوات الأخيرة، تونس الصغيرة الجميلة هذه تحولت إلى أكبر مصدر للدواعش في العالم العربي. هذا التناقض معبر عن درجة هائلة من اختلال التوازن في تونس، خاصة أنه مصحوب بتهميش واسع لمناطق الجنوب التونسي مقابل مناطق الساحل، أيضا بزيادة رقعة الإفقار، أيضا بزيادة فكرة البطالة إلى أبعاد واسعة، وببطء النمو إلى حد يقارب الصفر. هذه الأوضاع تشكل خريطة أزمة اقتصادية اجتماعية واسعة سوف تكون في ظني هي الموجة الثانية من عزل الإخوان، لأن الموجة الأولى التي تمت الآن هي عزل برلماني، أعتقد أننا قد نكون بصدد عزل شعبي على مدى عام، لأنه الإخوان حرصوا على التواجد في السلطة في تونس، حركة النهضة من خلال حركة النهضة منذ ثورة 14 جانفي 2011 هم الآن يحملهم في موقع تحميل الجمهور لهم كل هذا الإخفاق في السيرة التونسية. فهذا كلام وارد جدا. هذا مهم ليه؟ لأنه أعلى درجات الإخوان محاولة للتخلص من سيرة الإخوان هم ذات الطابع الإرهابي هم النهضة. طبعا لا قيمة للعدالة والتنمية في المغرب على سبيل المثال، لأنه المغرب نظامها الدستوري مبني على سطوة النظام الملكي وكل القرار الأساسي في يده، والباقي يعني الأحزاب تلعب في دائرة محدودة جدا أقرب للمجالس المحلية أو شيء من هذا القبيل. في الجزائر حركة محفوظ نحناح اللي هي حركة رسميات حركة المجتمع الإسلامي، وبعدين حبوا يتخلصوا من الإسلام فقالوا حركة مجتمع السلم غيروا الاسم، لكن رغم كل هذا التلون والتحايل لا زال نصيبها محدودا. هي أيضا شاركت في بوزراء وبغير وزراء وبنواب وبغير نواب في زمن حكم الرئيس بوتفليقة الذي استقال مع بداية الحراك الشعبي الجزائري. بالجملة هناك تراجع تاريخي، أنا رغم أنني لاحظته قبلها لا أقول تنبأت به، إنما هو مفاجئ حتى بالنسبة لي في سرعته، يعني في 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 في, في اضطراده بهذا الوقت وبوصوله إلى حركة حاولت التخلص من السيرة. يبقى أن نتذكر أن راشد الغنوشي شخص برجماتي جدا، يعني هو نشأ في مقتبل حياته السياسية ناصريا بالمناسبة، ثم بعد ذلك حين ذهب كان طالبا في القاهرة، ثم قرر بورقيبة إلغاء بعثة الطلاب التونسيين في القاهرة وذهبوا إلى دمشق، وقتها التحق راشد الغنوشي بحزب الاتحاد الاشتراكي العربي في سوريا، الحزب الناصري في سوريا. فهنا المحاولات التي أجراها وهي محاولات قريبة جدا، هو كان يعتبر حسن الترابي لا حسن البنا، كان يعتبر حسن الترابي هو الإمام وليس حسن البنا. وطبعا من زاوية مجردة يمكن اعتبار حسن الترابي في مكانة أعلى من حسن البنا، لأن حسن الترابي حصل على دكتوراه في القانون من لندن، في نفس الوقت كانت علاقته بالفقه الإسلامي أوثق بمراحل من علاقة حسن البنا. لكن حتى هذا الاتجاه الذي أراد أن يبتعد خطوات إلى يسار الإخوان يسقط ببركة سقوط الإخوان وتحولهم إلى العمالة المباشرة للمخابرات التركية أو للجيش التركي. طيب، هذه الزيارة واكبها ردود فعل غاضبة للغاية من الدوائر السياسية والأحزاب البرلمانية في تونس، مش بس كده، يعني مثلا محسن مرزوق رئيس حزب المشروع المنتمي إلى الكتلة النيابية الإصلاح الوطني واللي عنده 15 مقعد كتب في تدوينة أستاذ عبد الحليم على صفحته على فيسبوك إن ذهاب الغنوشي لإسطنبول لمقابلة إردوغان مباشرة بعد سقوط حكومة النهضة
النهضة في البرلمان كما ذهب في مناسبات مماثلة يؤكد مرة أخرى بما لا يدع مجالا للشك أن قرار حركة النهضة مرتبط بتوجيهات تركية. إلى أي مدى هناك أصبح هناك إدراك كمان خلينا نقول شعبي لهذا الارتباط في تونس، يعني ارتباط لدى رجل الشارع البسيط؟ هذه هي النقطة التي أردت التركيز عليها. يعني أنا حين تحدثت عن ذلك قبل الثورة بسنوات وبعد الثورة كان البعض يحسبون أنه تفكير بالتمني بالأمنيات، يعني أننا عاوز كده راغب في أن يحصل كده. إنما في يعني مسافة بين إدراك العقلي لمجريات الأمور المنطقية يمكن أن يكون يعني سابقا لمجريات الأمور ثم مجريات الأمور نفسها اتضاح. يعني الأفكار عموما لا تتحول إلى قوة فعالة في التاريخ الذي امتلكت قوة مادية، هي وعي الناس، وعي جمهور الناس. هذا ما يحدث الآن في 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 تونس. وحركة مشروع تونس أو الحزب الدستوري الحر عبير موسي أو غيرها اللي اتكلمت عن خيانة الغنوشي وعزله من رئاسة البرلمان، أنا أعتقد أنه هو هذا الكلام قائم. لا 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 ليس بالضرورة أن يحدث الأمر كذلك خلال الأسبوع المقبل أو عزل من البرلمان أو كذا، لأنه في حلقة أخرى تتعلق بتشكيل حكومة الرئيس كما يسمى الأمر سياسيا في تونس. هل ستمضي في عزل حركة النهضة نفسها أو أنها ستحاول إنشاء تشكيل مستقل بولاءات نسبية؟ بالجملة الكلام عن الرئيس وشعبية انتخاب الرئيس وانتخابه بنسبة كبيرة الرئيس قيس سعيد، أنا كما قلت وما زلت أصر على رأيي وأن هذا ما سيحدث أن هو قيس تونس. يعني في محبة غامرة للرجل لبساطته وتواضعه ورغبته في المبادئ العليا المجردة، لكن بسبب انعدام خبرته السياسية من جهة وبسبب محدودية صلاحياته من جهة أخرى، أنا أظن أنه حتى لو نجح في تشكيل الحكومة، هذا وارد أن ينجح يعني وفي أسماء مرشحة يعني من بعيدا عن كل الأحزاب، لكن التحدي الذي ينتظر الوضع التونسي أكبر بكثير من حكومة توافقات أو حكومة تتغاية التوفيق بينما قد تلجأ إلى التلفيق، لأنه التحديات ضخمة جدا في هذه اللحظة. الاقتصاد التونسي كاقتصادات دول عربية أخرى هو اقتصاد عموما فيه نواحي انتاجية متفرقة أو جانبية، لكن المصدر الأساسي للدخل القومي هو السياحة أو غيرها من اقتصادات الريع، واقتصادات الريع كما نعرف معرضة لزول، إضافة للتحديات الأمنية لأنه في جبال في منطقة الجبال غرب تونس وفي الجنوب مخزون هائل جدا من الغضب الذي يجري من خلال التطور السلفي في الحالة على عكس ما أرادت حركة النهضة تصويره، في إمكانية كامنة لزيادة نزعة الإرهاب، هذه المرة ليس للتصدير خارج تونس وإنما داخل تونس، فالتحديات أكبر. من هنا الأرجح عندي أنه قد نشهد تحركات شعبية ذات طابع اجتماعي اقتصادي خلال الفترة القادمة حتى مع تشكيل حكومة الرئيس، وهذه نقلة تفيد عندي العزل الشعبي يعني ل حركة النهضة، وهذا هو أهم من أن يكون رشيد الغنوشي رئيسا للبرلمان أو لا يكون رئيسا للبرلمان. هذه ليست مربط طيب. الفرس كما يقولون يعني. طيب خلينا ننتقل للمشهد في ليبيا وأيضا الدور الذي دور المشبوه اللي بتقوم به جماعة الإخوان الإرهابية، ولا ما بقاش مشبوه يعني هو بقى مفهوم الحياة للجميع يعني جدا. المشبوه أمر فيه اختلاف إنما هو أمر واضح يعني هذا الدور السافر يمكن اللي بتقوم به هذه الجماعة في دعم وتبرير التدخل التركي في ليبيا، شايف التبرير ده إزاي يعني؟ يعني هو طبعا تبرير ساقط لسبب بسيط. انت لما تدققي في الوضع في ليبيا وطبيعه جماعه الاخوان في ليبيا، اولا جماعه الاخوان في ليبيا ليست ذات وزن كبير. اهم دليل على ذلك انه حتى مع موجه الاولى من الانتخابات كان حضور الاخوان افضل من الموجه الثانيه، لكنه لم يكن اغلبيه على اي نحو من الانحاء. ثم ذالت في انتخابات 2014 التي شكلت مجلس النواب الليبي الحاضر الى الان، وهي تعرف يقينا انه اي انتخابات عامه سوف تجعلها على الهامش، وكانت تتصور أنه نمو حركة الإخوان في تونس ولو في صورة حركة النهضة التي يعني لا تألو جهدا في التبرؤ من الإخوان ومن سيرة الإخوان
ان هذه فرصه ممكنه. انما اجراء اي انتخابات عامه في 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 في, في ليبيا سوف ينتهي الى محو سيره الاخوان او الى كونهم او الى تاكيد كونهم شيئا هامشيا جدا. تتريك الاخوان اللحظه التي تعيشها جماعه الاخوان الان في تقديري خاصه في القلب العربي، تتريك الاخوان ليس فقط ياخذ مظهر العمل في خدمه الجيش التركي او المخابرات التركيه، لا كمان يسعى الى ابراز اصوله التركيه، اصوله التركيه، يعني فتح باش اغا مثلا اللي هو يعد الرجل القوي الاقوى من السراج، هو ابن اسره تركيه وهو واضح طبعا هذا الكلام من اسمه من صريحة. اسم يعني باش من اغا اسم فتح باش اغا يعني. فهو اغا في حقيقه الامر. اثنين صلاح بادي اللي هو يقود واحده من اكبر ميليشيات داخل طرابلس هو ايضا من اصول تركيه. مصراته واغلب جماعات مصراته اللي هي تعد الخزان البشري الرافد لميليشيات التي تاسر السراج هي السراج نفسه من اصول تركيه. فانت عندك انفصال عرقي تاريخي مع القبائل الليبيه، يعني في ليبيا بلد درجه التطور الاجتماعي زي ما احنا عارفين هو معتمد على اقتصاد ريعي غالبا اقتصاد البترول في الخمسين سنه او الاكثر الاخيره من ايام الملكيه ثم ايام القذافي. اثنين التشكيلات القبليه قائمه، صحيح انه بيخبو تاثيرها في المدن قليلا كما هي العاده في التطور الاجتماعي، لكن لا زال تاثيرها طاغيا. هذه القبائل في عمومها هي اساس التكوين الليبي الى الان، يعني في بعض البلدان اللي درجه تطورها الاجتماعي اعلى، يعني في مصر مثلا يندر ان تجد الا في مناطق حدوديه او مناطق كذا دور اجتماعي لتشكيلات القبليه في المدن، وطبعا في المدن بتخف طبعا هذه الظاهره وفي الحواضر، ومصر تقريبا جزء من تجانسها الاجتماعي التاريخي وتطورها الاجتماعي الملموس انها اختفت هذه التاثيرات الى حد كبير. طبعا في الجو ده فكره الاصل العرقي التركي في ليبيا وخاصه اذا كان مشفوعا بعماله مباشره. يعني ايه عماله مباشره؟ يعني ببساطه حكومه السراج حين حان حينها وبان انها ستسقط وستنتهي دعت تركيا لغزو ليبيا، دعت يعني الاغا الاكبر اللي هو اردوغان لغزو ليبيا وحمايته. هذا امر تلاحظينه حتى في مباحثات طبعا موسكو الجاريه الان. لاحظي ان حفتر ذهب بمفرده ويلحق بها عقيله صالح كمعبر عن مجلس النواب الليبي ومعبرين عن مجلس النواب الليبي والجيش الوطني الليبي، بينما الجانب الاخر ذهب ومعه شاويش اوغلو وزير الخارجيه وخلوصي اكار وزير الدفاع التركيين. يعني الـ 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 هنا الامور اصبحت واضحه بهذا الشكل لا مواربه فيها، يعني امور على المكشوف. هو في حد ليه بقى؟ لان هو في حد ذاته لا قيمه له. ده مش بس كده، يعني مثلا عندك الاخواني علي الصلابي بيمجد الاحتلال العثماني ويقول ان ده اللي ادى لليبيا الحديثه ويدعو الاتراك لغزو ليبيا. هذا الاخواني علي الصلابي نفسه في كتب صدرت له قبل ذلك في السبعينات وفي الستينات وفي غيره، كل الصلابيه دول عائله الصلابي وهي لها دور كبير في الاخوان، كلها كتب تمجد جمال عبد الناصر ودور عبد الناصر في دعم ثورة الجزائر عبر ليبيا. طب وكيف يعني كيف تمجد عبد الناصر اللي هو يعني راعي القومية العربية والوطنية وبعدين تتكلم عن احتلال وتدعو الاحتلال؟ رجعت إلى سيرة راشد الغنوشي وتحولاته. بدأت حركة التيار الإسلامي في وقت معين مغرية بالانتساب إليها لأنها مستقبل المنطقة. وهذا أمر غزته مراكز الأبحاث الغربية ومراكز الأبحاث الأمريكية بالذات. كانوا يتصورون أن شعبية الإخوان شعبية ميكانيكية هيفوزوا في أي انتخابات تجري. أنا كان رأيي بالمقابل أنها شعبية طفحية ستزول. وكان استنادي العملي فيما بعد أن جرت الوقائع أنه لاحظوا أن الإخوان في انتخابات البرلمان المصري سنة نهاية 2011 حصلوا وحدهم اللي هو حزب الحرية العدل 47.5%، وأنه محمد مرسي في الدور الأول من انتخابات الرئاسية التي جرت بعدها بستة شهور لا تزيد
على 24%، يعني نزلت الشعبية إلى النصف في مدى 6 شهور، يعني شعبية تعبأ في 40 سنة تنفد في 6 شهور بهذا المعدل الدرامي. كان أمرا طبيعيا أن تصل إلى حاجز 30 يونيو 2013 وأن تكون شعبية الإخوان الفعلية قد نزلت إلى ما تحت 10%، ثم تدهورت بعد بيان دعشانة الإخوان وتحولهم إلى العنف والإرهاب المباشر، ثم بعد ذلك التحول الأخطر إلى تحول إلى العمالة لسلطان أنقرة. فهنا الكلام عن مصير إخوان ليبيا كان يعني هو طبعا مصير أتعس من إخوان مصر ومن إخوان تونس، لأنهم في الأصل ليسوا ذوي شأن كبير. أيضا لو أنت هتلاحظ الصلابي وغيره وحتى الجماعة الليبية المقاتلة المنتمية لتنظيم القاعدة قدمت مدحا هائلا جدا في القذافي نفسه وفي سيف الإسلام معمر القذافي، محفوظا في أرشيف قناة الجزيرة وأوزيع غيره. مش موقف ثابت يعني؟ لا لا، هم كده الإخوان. فكرة الكذب أنا أشرت من قبل، مش هنا، من سنوات، لأنه عقيدة الكذب اللي هو عجل أبيس ده، عجل يعني اللي هو العجل اللي صنعه اليهود مع غيبة موسى وعبدوه وقالوا عجل ذوي خوار ذي خوار. فهنا هو عقيدة الكذب هي العنصر الحاكم، اللي هي فكرة أنت في مأزق تفك من المأزق ده، إيه؟ اكذب يا أخي. اكذب طيب، عاوزين فتوى ومبدأ التقية. في حاجة اسمها الحرب خدعة يا أخي، انت بتحارب كل الناس. الرسول قال ان الحرب خدعة، يعني هذا التهافت والتفاهة في التفسير وصلت الى هذا الحل. فده امر طبيعي جدا في سيرة الاخوان. الجانب الاخر في الازمة الليبية الان غير تردي الاخوان، الاخوان طبعا هم فرصة اخيرة، هو واحد بيدافع عن اخر فرصة له للوجود على قيد الحياة في ليبيا. اثنين، المباحثات التي تجري، قلت لاحظي مثلا طبيعة المطالب التي يصر عليها المشير حفتر بحسب ما يتسرب عن المباحثات في مصر. مطالبه هي اللي هي ان الميليشيات تجرد من سلاحها، ان يدخل طرابلس كلها، ان هو ينفرد الجيش الوطني الليبي بحماية الآبار ومسارات البترول ومواني البترول وإلى آخره، انه لا إمكانية إلا أنه نسيب المواني البحرية أو المنافذ، وأنه أقصى تنازل يمكن أن يقدمه أن يسمح بأن في إشراف دولي يمنع الدخول التركي على المواني البحرية وعلى المطارات المدنية. نلاحظ كمان أنه لما قبل وقف إطلاق النار، وإحنا كنا في آخر حلقة بنتكلم عن أنه لو قبل وقف إطلاق النار سوف يتشقق وقف إطلاق النار. الذي يلاحظ ويتابع شايف ان وقف اطلاق النار كانه لم يكن الى الان. لاحظي كمان ان البيان انطوى على شيء مهم جدا، هو انه انا كجيش وطني ليبي قررت وقف اطلاق النار في المنطقه الغربيه. المنطقه الغربيه دي تشمل طرابلس وما غربها، يعني مش في سرت ومش في حمله مصراته، ملوش علاقه. حتى بعد اعلان وقف اطلاق النار اسقط طائره مسيره تركيه واستمر. هنا حتى في الكلام عن تفاصيل يسعى إليها الروس لإنجاح دورهم زي انسحاب متبادل أو شيء من هذا القبيل، طبعا السراج وأهله يتصورون أن بإمكان دعوة المشير حفتر للعودة إلى الشرق، طبعا هذا مستحيل. الآن كل الكلام يدور حول انسحاب متبادل، يعني كيلو هنا وكيلو هنا. الآن في طرابلس ذاتها، طرابلس المدينة وطرابلس بالحدود الإدارية، انت بتصدد اكثر من نصف طرابلس بالمعنى الاداري لدى الجيش الوطني الليبي. ليه هو المشير حفتر بيتكلم بهذه اللهجه وبهذه الصوره؟ بيتكلم ببساطه لانه ميزان القوى العسكريه على الارض حاسم في يده، حاسم في يده، فبوسعه املاء شروط او بوسعه منع على الاقل في الحد الادنى اي تجاوز على المكاسب والانجازات التي حققها. تمام. ثلاثه، كان في نقطه اشرت اليها في الحلقه قبل الفائته حوالين التحولات المباركه في التكوين الليبي مع الغزو التركي ومع اطلاق صيحه النفير العام، نفير الوطني والجهاد ضد الغزو التركي. انا تحدثت عن نقطه ذات اثر عسكري مباشر لمن يعرف تفصيلا الخرائط العسكريه الليبيه وخرائط الميليشيات. تحدثت عن إمكانية حدوث تحول في موقف الزنتان
الزنتان مدينة غرب طرابلس، والمجلس العسكري للزنتان كان على صدام دائم مع مصراتة، وبعدين جرى صلح، وبعدين الزنتان شاركت فيما يسمى ميليشيات أو قوات حكومة الوفاق. أعلنت الزنتان كمدينة والمجلس العسكري للزنتان وقبائل الزنتان انفصلها عن فكرة المشاركة مع قوات ما يسمى حكومة الوفاق غير الشرعية، وإنها مع الجيش الوطني الليبي. يبقى أن نذكر أن هذه الزنتان هي الموقع الذي كان محتجزا فيه سيف الإسلام معمر القذافي، كان مسجونا، وطبقا الوضع في ليبيا كان كل واحد بياخد حاجة كده. ثم قبل سنتين تقريبا أطلقت الزنتان سراح سيف الإسلام معمر القذافي الموجود في مكان ما. هذا تحول إضافة للتحولات التي جرت في بني وليد. لاحظ أن كل المدن اللي أنا بتكلم عنها هندسة وزنتان بني وليد ليست تحت السيطرة المباشرة الآن لقوات الجيش الوطني الليبي. كويس، وإحنا بنتكلم عن جماعة الإخوان الإرهابية، مهم برضو نتكلم عن نفس هذه الجماعة والقيادات الإخوانية الإرهابية الموجودين بقى في الجزائر، واللي كان ليهم تصريحات أيضا معادية للجيش الوطني الليبي وداعمة للميليشيات الإرهابية في ليبيا، ودي أثرت الحقيقة يعني حالة من الغضب أيضا شعبية في الجزائر. هذا أمر ينقلب الآن لأنه بعد المبادرة المصرية بإرسال وزير الخارجية ودعوة عبد المجيد تبون وغيره، وأنا أدعو أكرر الدعوة للتقدم بمبادرة في اتجاه تونس في تصور وهمي إن البيئة التونسية الشعبية معادية للنظام المصري، هذا تصور وهمي. الآن مع التشكك الخرائط الجديدة بعد آخر انتخابات تحول الأمر، فيمكن على الأقل إن هذه لحظة مناسبة، لأن أنت عشان تتكلم عن دور قيادة في المنطقة وتتكلم عن ترجيح السياسة المصرية لابد أن تنفتح على المجتمع وتتقبل بعض الاختلافات البسيطة أو كذا أو هنا أو هناك. الجزائر أنا أكدت أن هو دور الإخوان متراجع، أنت عارف طبعا، كمان أضيف لحكاية تحولاتها من حركة المجتمع الإسلامي إلى حركة مجتمع السلم أنه جرى فيها انشقاق. أفرز عبد القادر بن جرينة الذي كان مرشحا ده باسم حركة اسمها حركة البناء الوطني، دي منشقة أساسا عن الإخوان. فإخوان الجزائر ليس ذوي شأن، الذي له شأن في الجزائر حاجة اسمها الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ودي على يمين الإخوان زي تكفير الهجرة عندنا كده، وهم دول كانوا أبطال العشرية الحمراء بعد إلغاء انتخابات بداية التسعينيات من القرن العشرين. لم يكن الإخوان حتى في لحظة صعود ما يسمى التيار الإسلامي ذوي الشأن في الجزائر. فهنا الموقف الجزائري إلى الآن هو موقف محايد تقريبا من تطورات الأزمة الليبية. كان في مخاوف من انزلاقه إلى تأييد الموقف التركي، لأن تركيا وأردوغان كل حساباته خاطئة، يعني في لحظة الغرور والبلطجة وكذا بيتصور أنه لما هبط على تونس فجأة كده تونس فقت في جيبه اعتمادا، أو أنه شاويش أغلو لما يروح الجزائر أن كده، يعني كل هذه التحركات كانت محاولة لحصار الموقف المصري فشلت. فأنا ما أدعوه مزيد من انفتاح السياسة المصرية الرسمية وحتى الشعبية الأحزاب اللي موجودة دي على المجتمعين العربيين في تونس وفي الجزائر. هذا أمر بالغ الأهمية، وانفتحت وتنفتح أكثر أمامه السبل الآن. فهنا يعني ما لا يجب أن نكتفي بدور اللي هو اللي سامع عن حاجة، لابد أن نكون يعني على مقربة مباشرة من هذه التطورات، لأن كلها تطورات تنطوي على المعنى العام الذي أشرت إليه في بداية الحديث، أن هذه لحظة، يعني أريد أن أستخدم تعبيرات مدققة، يعني التراجع الكبير والنهائي في تقديري، لا أقول الزوال النهائي، لا، هذا تراجع مؤكد ويعني شافعي ومالكي وابو حنيفة وابن حنبل انتهى. طيب تيار ما يسمى التيار الإسلامي كشف عن لصوصية عظيمة في المشرق العربي بدل العراق، ثم انكشف عن خيبة عظمى في قلب العالم العربي في مصر ودول، ثم بعد ذلك طبعا بنسمع دلوقتي عن حكاية مش عارف ايه، وانه في 25 نعمل الثورة رقم 15، وطبعا هذا الكلام يعني أصبح مثيرا للسخرية. إبراهيم منير مثلا نائب مرشد الإخوان
بيسألوه في الجزيرة اللي هي قناتهم، انتوا ليه يعني قلتوا ان انتوا مؤيدين لما يسمى وثيقة التوافق المصري؟ وثيقة التوافق المصري دي عبارة عن مبادئ، انت لو شفت الدستور المصري هتلتقاها موجودة فيه، يعني اي حاجة يعني هو اي كلام يعني. فقال له لا احنا انتوا حضوركم في اي مشهد بيفسده. فقال له لا ما احنا المرة دي مصدرين محمد علي. يعني الى هذا الحد تراجعت حركة الاخوان التي كانت تظن نفسها مرشحة لكي تملك العالم ولأستاذية البشرية، إلى هذا الحد أنها جعلت من شخص تافه كمحمد علي مرشدا جديدا للإخوان. طيب بما أنه تطرقنا من شوية أيضا لزيارة موسكو، يعني شايف إزاي فعلا زيارة المشير خليفة حفتر لموسكو لبحث الأزمة الليبية، قراءتك ليها؟ معلومات المتوفرة إلى الآن أن المباحثات لم تصل إلى شيء، وينسبون ما يسمونه تعنت حفتر أنه هو سبب في عدم الوصول إلى شيء، وأنه قد يجري استئنافها غدا. وزارة الخارجية الروسية أو الكريملين لم يصدر بيانا نهائيا بنتيجة هذه المباحثات. طبعا هذه المباحثات تعد تمهيدا لمؤتمر برلين يوم 19 يناير اللي أعلنت ألمانيا أخيرا أنه يوم الأحد القادم. أنا لا أعول كثيرا على مؤتمر برلين، لكن الفكرة الأساسية أنه احتفاظ الجيش الوطني الليبي ومجلس النواب الليبي بهذه الحيوية وهذه التعبئة ضد الغزو، وببركة إعلان الغزو التركي، أنا أعتقد سوف يزيد هذا المد. وكانت خطوة تحرير سيرت على النحو الخاطف خطوة مهمة جدا ومباركة في تأكيد رجحان كافة الجيش الوطني ومجلس النواب الليبي. طبعا أن يأتي عجيلة صالح إلى القاهرة وأن يعلن ما أعلنه في مجلس النواب المصري من أنه قد نلجأ إلى طلب تدخل القوات المسلحة المصرية في لحظة معينة جزء من الأمن. مصر تراقب ما يجري بيقظة، وأعتقد أنها أعلنت أنها يعني مع وقف إطلاق النار ومع غيره، لكن كمان هي تترك الأمر، وهذا هو الجوهري في السياسة المصرية الذي يجب أن ننتبه إليه، إلى المجلس الجيش الوطني الليبي وإلى مجلس النواب الليبي، ثم تقول أنها معهم فيما ممتاز ينتهون إليه. تمام. طب الزيارة، وهذا أمر مهم جدا في لحظة الغزو التركي لكي لا يجري الخلط أو إجراء مشابهة سورية بين الدورين المصري كويس. والتركي. لما بنتكلم عن المستشار عقيلة صالح مهم نتكلم فعلا في زيارته الأخيرة للقاهرة، هو ذاهب إلى موسكو طبعا، ذهب لكن ما قبل ذلك كان زيارته للقاهرة وأيضا مجلس النواب، يعني ومشاركته في مجلس النواب. المشير حفتر كان في القاهرة طبعا بالتأكيد، لكن أنا بتكلم عن زيارة عقيلة صالح، مستشار عقيلة صالح للقاهرة وأيضا لمجلس النواب، قراءتك لما دار يعني أولا توقيت الزيارة وما دار أيضا فيها؟ يعني هذه الزيارة مفترض السيد عجيلة صالح ذاهب إلى موسكو ثم يعود إلى القاهرة لحضور اجتماع مؤتمر البرلمان العربي لكي يناقش قضية الغزو التركي لليبيا. أعتقد أنها حركة منسقة جدا، وأنه ما اتضح في اجتماع مجلس النواب المصري من إجماع كافة الاتجاهات، خاصة إحنا نجد مثلا أنه النائب ضياء الدين داود معبرا عن كتلة 25 يناير 25-30 في البرلمان وهي الكتلة المعارضة الوحيدة، تحدث بوضوح أن لحظة الأزمة لا مجال للاختلاف، وأن الجيش المصري شعب والشعب جيش. هنا هذه اللحظة، لأنه إحنا ممكن نختلف في مصر، هذا أمر طبيعي جدا، هذه طبائع الأمور وسنن الكون، لكننا لا نختلف على مصر طبعا أكيد، نختلف فيها ولا نختلف عليها. طيب كلام المستشار عقيلة صالح في جزئية في كلامه عايز توقف أمامها مع حضرتك، لما قال إن الميليشيات هناك في ليبيا أحكمت القبض على حكومة السراج، هو نفس يعني المعنى اللي هو فكرة اللي ذهب إليه الرئيس السيسي من قبل حين قال إن حكومة السراج أسيرة الميليشيات. لكن أهم تطور قاله عقيلة صالح في اللفظ يعني يعكس مستوى جديد، إنه اتفاق الصخيرات أصبح شيئا من الماضي. صحيح، انتهى، حدش يكلمنا عن اتفاق الصخيرات، وهذه حكومة سقطت وانتهى أمره. وإحنا لما نتأمل الموقف العسكري، أنت خلاص أنت عندك يعني فوق 87% من الأراضي بعد إضافة سيرت في قبضة الجيش الوطني الليبي، وفوق 95% من أبار وحقول البترول والهيل النفطي وغيره في إيد الجيش الوطني الليبي. حقائق على الأرض هي التي تحدد المصائر. أنا لا أنكر
أدوار الدبلوماسية والسياسة وحسن التصرف، كل دي أدوار مهمة جدا، لكن تنجح بقدر ما تكون سياسة هي خيط ممتد من حقائق الأرض وحقائق السلاح. هذه التفاعل الطبيعي مع التطورات التي تجري في دول جوار ليبيا العربية بالذات في تونس وفي الجزائر. أعتقد أننا ذاهبون إلى نقطة كما قلت في بداية العام هنا في أول حلقة، أنه ربما إلى أواسط هذا العام ينجلي غبار الأزمة الليبية ونشهد استعادة وحدة. معانا دقيقة فقط، العراق ولبنان وضعهم إيه دلوقتي؟ لبنان لا جديد، لبنان لا جديد. الحكومة معلقة إلى الآن. في العراق تستمر الملحمة، يعني ملحمة صمود أسطوري لجمهور الحراك الشعبي العراقي الذي يطلب وطنا ويطلب استعادة الاستقلال الوطني ويطلب إجلاء الأمريكيين والإيرانيين معا، وفي نفس الوقت الذي تجري مذابح دموية يومية بالخطف والاغتيال والاعتقال، وانت عندك 30,000 بين قتيل وجريح دلوقتي في مشهد الثورة العراقية. وانا قلت من قبل واؤكد ان انا بصدد حركة تحرير وطني مفتوح امامها الزمن، لان الوضع الحالي هو احتلال مزدوج، احتلال امريكي اعقبته هيمنة ايرانية، الاستقلال العراقي، كسب الاستقلال العراقي من جديد هو هدف الانتفاضة الراهنة، فلن تتراجع خاصة مع بركة الدم السيال من أجل أن يعود العراق عراقا. شكرا جزيلا لحضرتك الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد الحليم قنديل على هذا التحليل يعني الممتاز كالعادة. شكرا جزيلا ليك، وأشوفكم إن شاء الله بكرة في مواجهة جديدة. إلى اللقاء.